اهلا بيكم كل مشاهدي اليوم السابع من كل مكان. احنا دلوقتي بنكلم حضراتكم من امام عقار فيصل اللي احترق بساعات متاخره من مساء اليوم امبارح. العقار ده موجود بمنطقه الطلبيه بميدان الساعه في منطقه فيصل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان العقار التهم حوالي 4 أدوار بالكامل من ان الحريق التهم حوالي 4 أدوار بالكامل من العقار، ولحد دلوقتي محدش قادر يقف على السبب الرئيسي في الحادث. تفاصيل الحادث، طبعا رجال الحماية المدنية تمكنوا طبعا من السيطرة على الحريق اللي اندلع في العمارة، والذي تبين من المعاينة الأولانية ان الحريق اندلع في 4 محلات زي ما حضراتكم في الدور الأرضي من تحت. ده مكان 4 محلات: محل شنط وسوبر ماركت ومحل لعب أطفال ومحل أدوات تجميل. الحريق طبعا بدأ في الجزء السفلي، من المبنى، واللي أدى طبعا لحريق الـ4 محلات اللي في الدور الأرضي بالكامل. وطبعا الدور الثاني كان موجود فوق معرض للسجاد، واللي هو احترق بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. كان الحريق بمساحة المبنى كله، والمعرض ده معرض السجاد اللي في الدور الثاني كان بمساحة العمارة كلها، وده طبعا صعب السيطرة عليه لحد ما احترق بالكامل هو وجميع المحلات اللي موجودة في الدور الأرضي. طبعا جهود الحماية المدنية استمرت لمدة أكتر من 3 ساعات أو 5 ساعات تقريبا، والنيابة انتدبت خبراء المعمل الجنائي لمعرفة الأسباب، واللي هم بيعاينوا لحد اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها دي. تمام. طبعا احنا وقفنا مع عدد من شهود العيان في المكان، واللي أكدوا ان الحريق بدأ الساعة 1:30 بالليل تقريبا، وان في حوالي اكتر من 8 أو 7 عربيات حماية مدنية وصلت لمحاولة السيطرة. طبعا قوات الامن فرضة كردون امني كبير حوالين العقار دلوقتي، اللي دمر شبه نص العقار بالكامل. المعارض دي كذلك ان الحريق صفى كل حاجة موجودة في المحلات اللي موجودة في الدور الأرضي والدور الثاني، وأثر كمان على الشقق السكنية اللي موجودة زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو حالا. الحماية المدنية طبعا تدخلت بشكل سريع جدا فور سماع البلاغ، وأنقذت جميع السكان، ولا يوجد أي إصابات بشرية ما بين السكان. إنها حاولت تسيطر على الموقف بشكل جانبي لمحاولة السيطرة، محاولة حماية السكان اللي موجودين بالكامل، وتأمين نزولهم إلى أسفل العقار. طبعا كان موجود عربيات إسعاف لمحاولة للتعب أثناء الحريق واللي اختنق. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنتكلم حضراتكم قدام العقار حاليا. قوات الامن موجودين طبعا لانتهاء المعاينه. المعاينه شغاله حاليا، واحنا بنكلم حضراتكم في معاينه شغاله للوقوف على اسباب الحريق وحجم الخسائر اللي موجوده. الحريق ما طبعا ما فيش اي وفيات نتيجه الحريق نهائي، لان محاوله السيطره تمت بشكل مبكر. زي ما حضراتكم شايفين رجال المعاينه قدام حضراتكم دلوقتي بيعاينوا الموقف تماما. Beep.
حضرتكوا شايفين هنحاول نقرب من الحريق بشكل نسبي شوية. ده السجاد حضراتكم اللي موجود في الأرض بالكامل.